Take thee, Zaheer Iqbal Ratan Singh, as my lawful husband. Hello. I just can't tell you how overwhelmed I am. I am strong. I am strong. Oh, real wali. गुड न्यूज थी पर रियल वाली गुड न्यूज कब आ रही है? खुद ही शर्मा गया. हाँ वही इतने शर्मा. انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. نقل مستعجل للنجم المخضرم شاتروغان سينها إلى المستشفى بعد يومين على زفاف ابنته سوناكشي سينها من حبيبها المسلم. والكل يتساءل عما إذا كان زواج سوناكشي هو سبب تدهور الحالة الصحية لوالدها شاتروغان بعد رفضه لزواجها. إعلان صادم للممثلة التلفزيونية هنا خان عن خبر مرضها بالسرطان، وصدمة وحزن يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. نجم بوليوود فيكي كوشال يشعل حماس الجماهير بعد خبر حمل زوجته كاترينا كيف، وتصريحه الحصري يوضح حقيقة حملها. ولا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومشاركة المقطع مع عشاق بوليوود. وإليكم التفاصيل. ما تزال أخبار حمل كاترينا كيف متصدرة بقوة العناوين الكبرى للصحف الهندية، خاصة بعد رؤيتها مؤخرا في شوارع لندن رفقة زوجها فيكي كوشال بملابس فضفاضة، أكدوا على أنها تخفي حملها عن الإعلام والجمهور. وبمناسبة إطلاق نجم بوليوود فيكي كوشال لفيلمه الجديد بعنوان الأخبار السيئة إلى جانب تريبتي ديمري، انتهز الصحفيون الفرصة سؤال فيكي كوشال عن حقيقة حمل زوجته كاترينا كيف، إذ ابتسم فيكي بخجل وقال أنهم سيعلنون الخبر في الوقت المناسب. وعندما سئل عما إذا كان هذا الخبر صحيحا فأجاب قائلا في الوقت الحالي من فضلكم استمتعوا بفيلم الأخبار السيئة، وعندما يحين الوقت المناسب لن نخجل من إعلان عن خبر الحملة. إذ أثار تصريح فيكي كوشال الغامض حماس المعجبين، وأصبح الكل متأكد من خبر حملة كاترينا لكون أن فيكي لم ينفي الخبر بشكل قطعي بل أشار بطريقة ضمنية أنه هناك شيء ما في الوقت القريب. मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे. لقد تفاجأ الجميع اليوم بخبر صادم عن الممثلة التلفزيونية هنا خان بعد أن خرجت الليلة الماضية بتصريح قوي تعلن خبر إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة، إذ علقت بقوة قائلة أهلا بالجميع، أريد مشاركة بعض الأخبار المهمة مع جميع محبي هنا خان وكل من يحبني ويهتم بي. لقد تم تشخيص إصابتي بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، وعلى الرغم من هذا التشخيص الصعب أريد أن أطمئن جميع بأنني بخير. أنا قوية وعزيمة وملتزمة تماما بالتغلب على هذا المرض. لقد بدأت علاجي بالفعل، وأنا على استعداد لفعل كل ما هو ضروري للخروج من هذا الأمر بشكل أقوى. أرجو منكم احترام خصوصيتي خلال هذا الوقت، وأنا أقدر بشدة حبكم وقوتكم. دعواتكم وصلواتكم لي رجاء خليها على الله. إذ أحدث هذا الخبر صدمة لمعجبه نخانة الملقب بأيقونة الدراما الهندية، وأعربوا عن قلقهم وحزنهم بعد هذا الإعلان الرسمي الصادم. موسيقى.
بعد يومين من حفل زفاف نجمة بوليوود سوناكشي سينها بحبيبها المسلم زاهر إقبال، تم نقل والد سوناكشي النجم المخضرم شاتروغان سينها إلى مستشفى كوكيلابين، إذ أحدث هذا الخبر ردود أفعال متباينة وتنبؤات صادمة حول دخول شاتروغان في أزمة قلبية بعد أن أعلنت ابنته سوناكشي تحديها لها وتزوجت بحبيبها المسلم على الرغم من رفضه لذلك واعتراض عائلتها لقرار زواجها وغياب أشقائها عن حفل زفافها. لتخرج صحيفة تايمز أوف إنديا بتقرير تؤكد على أن سبب إدخال شاتروغان سينها إلى المستشفى هو لإجراء فحص روتيني متعلق بالعمر، كما شهد الزوجين سوناكشي سينها وزاهر إقبال وهما يغادران المستشفى بعد قيامهما بزيارة خاصة للنجم المخضرم شاتروغان سينها. मम्मी जी रुकिए नमस्ते बैठ जाओ वाला